ربيع ابراهيم اللي يمسك فريق نادي العين مو شويه، كل مباراه ونعطيها اهميتها مهما كانت مهما كان مستواها. بيوصل عندك انت هالانتماء وهالحب وهالاحترام، واحنا ان هالنادي هذا يكون يوم منبر، ومنبر قوي بين المنابر الرياضيه. رياضي، وقبل وانا مصر على ان ربيع الانسان قبل الرياضي، لان الرياضه اذا ما كانت متاسسه بانسانيه وتربويه، مثلا ايش اللي خلانا احنا لحد الان نركض على الرياضه؟ يا اخي تكسرنا وتعبنا وهلكنا، لكن ما نصبر عليه في دمنا، لأن تأسسنا رياضيين، تأسسنا تربينا رياضة وتعلمنا رياضة وتعلمنا علم الرياضة، ولذلك هذا ولد فينا حب الرياضة. إنسان رياضي، كنت مارست الرياضة وأنا طالب في جامعة في مدارس الكويت، مارست أنا أول كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد. وتستغرب كيف هذا اللاعب، يعني ضحوكة الناس بتقول شو هاي، يلعب ثلاث لعبات ويتمرن، ما يتمرنهم، لا أنا أتمرنهم وألعبهم ومهم جدا في شو اسمه في كل فريق. عام 70 طبعا جيت هني بالأول 68، جيت زيارة هني، وطبعا جيت العين وتو بادي بتأسيس نادي العين، وتكلمنا مع الأخوان، بعض الأخوان اللي يعرفون أن كنا لاعبين ومشاربين، وعدتم على أساس أنه إن شاء الله أول ما أخلص من الكويت بكون أنا أول واحد جاي ولا أكون لي نادي غير العين. جيتهم في 70 وجيت على طول نادي العين واستمرنا، بس استمريت معهم. حقيقة نادي العين طبعاً لقيت أنا في أشياء كثيرة، يعني شجعتني وأجبرتني على أن أنا أكون في العين، برغم أن أهلي كلهم في أبوظبي. وفعلا يعني في أجواء الجو في المدينة هناك، المدينة اللي عايش فيها أنا في الكويت في الأحمدية، مشابه للجو هني، والحمد لله الناس بعد ما عليهم اي كلام، يعني اسمه استقبلونا والحمد لله وشجعونا واستمرينا معاهم بحسن طيب ونيه ونظافه. كنت لاعب في نادي العين وعضو مؤثر في نادي العين، يعني كان طموحنا غليل جدا، يعني آفاق ما في مثل الآن، مثل اللي دخلت أمور، يعني كنا لزمان نقول شو بتلعب، أنت بتلعب بتتعرف على الناس، ناس بتعرفك، بتكون لك شخصية، بتعيش في المجتمع، بتعيش مع مجتمع نظيف، أنت عامل جو أخلاقي. كيف ما كنا يعني حاطين هدف للوصول للإمكانيات المادية والأمور هذه اللي احنا الآن وصلنا عليها.
لأن والله العظيم كنت أقول لك والله العظيم لأن كنا الأشياء هذه نلاقي الناس اللي وصلوا لها ناس غير عنا احنا. شايف كيف؟ وما كنا يعني طموحنا هلا، طموحنا ان هالنادي هذا يكون يوم منبر في الدولة ومنبر قوي بين المنابر الرياضية. حقيقة احنا كان مجموعة يعني رياضيين، وأضرب بالأخص رياضي الله يذكره بالخير إن شاء الله ويعود للوطن، وزميل وعزيز علينا جدا، وهو الأخ حقيقة من جاب فكرة نادي العين، فكرة النادي اللي هو الأخ ناصر ضاعن الشامسي. فالآن في سويسرا الحقيقة مريض، نتمنى له كل الشفاء والعافية. وهو كان كابتن الفريق ويدرب الفريق، شايف كيف؟ ومن أبرز اسمه وأكبر. وبعدين في الفترة اللي جيت أنا كنت يعني اللاعب الأكبر الثاني أكبر شو اسمه لاعب أكبر شخص رياضي بعد الأخ ناصر، وممكن شو اسمه يتولى قيادة الفريق اللي هو أنا. وقال لو تعاوننا على أساس اتفقنا على أساس أنت كابتن الفريق ناصر كابتن وأنا مساعد ماله، وبعدين ولت العملية هذا يمشي لفوق وهاي وأنا وراء الحقيقة. وعملنا شو اسمه المجلس الإدارة طبعا ما كان ما تقريبا فينا ممكن تلعب وتكون إداري مشرف، لكن بعد ما اعتزلنا بعد ما اعتزلت القدم 76 وخضنا الدوري، شايف كيف؟ ومع حميد الذيب وتركتنا القدم. كنت قبلها مؤسس كرة يد، فريق كرة اليد في نادي العين، وظليت من ماشي مع الثنتين القدم واليد. لكن 75 كثرت الإصابات وكثرت كثر الجهد، لكن احنا بنفسح المجال للشباب الأصغر من الحين. الجيل هذا الميزة الأولى بعد اندماج نادي التضامن ونادي العين، لأن عندي أبو ظبي اندمجت كثيرة، وهذا الاندماج الوحيد اللي صار بين العين، لأن كانوا ناديين هذا الاسم اندمج، وكانوا هي لعيبة شباب في نادي شو اسمه نادي التضامن مجموعة كويسة، بس لأن كانوا الموهوبين هي لاعبين المواطنين، فيهم لاعبين موهوبين جدا وقويين مثل المرحوم الله يرحمه سيف محمد، أحمد الراشدي الله يرحمه، في علي سعيد العلوي، في هذا بالنسبة للمواطنين، في جاسم الظهري حارس المرمى أسد، كيف كيف؟ في محمد عبيد، محي الدين عبيضة، أحمد نجاح، وكان مجموعة كويسة عندنا. كان أيضا في نفس الوقت في عندنا واحد اسمه سعيد مبارك ملابي، في فايز السبيت، عوض سعيد، يعني ما شاء الله مجموعة جدا ممتازة. البيت الثاني الله سلمك، طبيعة العين وسكان العين وأهل العين يا أخي في عندهم يعني بيئة خاصة الحقيقة، مو حن نقول إن من العين ونمدح به، لا، هذه عايشناها كل سنين 50 سنة
48 سنة الآن أنا في العين، ولذلك بيتنا احنا دايما عشريين وايد مع بعض، وفي تبادل الاحترام جدا 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 وقوي بين الأسر هني في العين وأبنائها. ولذلك دايما عندنا روح الود، روح الألفة، روح حب الذات، كيف كيف. ولذلك هذه الميزة يمكن ناقصة يعني اسمها. صحيح إن ساعات الكورة أثرت علينا كثير والأمور هذه، لكن ما قدرت تأثر أو تمحي هذه الصفة هذه. ولذلك هذه ليش تلاقي نادي العين ممكن يخسر وممكن يغيب عن الدوري سنة سنتين، لكن يرجع بشراسة وقوة، غيرة، حب الذات والألفة. فهذه أعتقد من الصعب جدا نسبة. طلعنا من دوري المحلي يسموه دوري تصنيف، على أساس إنه ليطلع عشان دولة الإمارات بعد الاتحاد عملوا دوري واختيار الفرق، وكنا احنا آخر مجموعة مع أبو ظبي عشان نتصنف بياخذوا الأول والثاني. توفقنا احنا وصلنا أخذنا الأول وطلعنا للدور لدوري الإمارات. أثناء الدوري أخذنا الثاني، فكان الله يسلمك فيه تواصل بين نادي العين ونادي حمام الأنف، كانت فيه توأمة، وكان التوانسة يعني مثل ما تقول غريبين جدا الرياضيين هني اسمه حمام الأنف لنادي وحبهم لنادي العين. فاقترحوا علينا يجيبونا حميد الذيب. حميد الذيب كان ماسك الترجي، يا بابا حميد، وبدينا برنامج. عسكرنا في الصيف في المغرب بس، وبدينا من هناك. المدرب شديد جدا، قوي قوي، شديد شديد جدا اسمه، بس إنسان آدمي. فكان يعني وايد احنا نقول حار كثير، لكن أب ولد فينا روح الأبو، حبينا، وكنا حتى اليوم يعصب ويزعل ومش عارف كيف، والمرة نضحك احنا لأن خلاص عتدنا عليه الإنسان. وبلشنا، كان أيامها الله يطول في عمره رئيس النادي الشيخ سلطان بن زايد، كان رئيس الاتحاد، وحاولوا جماعة هني عملوا أي شيء ضد نادي العين لكن ما قدروا. فأخذنا سنة مجموعة، عملوا مجموعتين، كان مجموعتنا احنا تأهلنا العين والنصر ضد الوحدة والشارجة، طبعا فزنا احنا باسم المركز الأول. مشاكل الكرة نفس المشاكل، بس بيختلفوا عليك الأشخاص، اللاعبين والعقليات.
انت ما قدرت ان تتمشى وذهبت هالعقليات هذه ما عندك مشكله. انا يا ابو كان في مدرب بن قاده وكان شاكر الفتاح وكذا وكذا تعلم يا ابو. كانت عندنا مشاكل وكان النادي كان ترتيب التاسع والجماعه قالوا لنا احنا باكر نمسك الفريق ومش عارف شو. انا الحقيقه اولا كان عندي نيه اعتذر لكن يوم قالوا لي في الشيخ الفلاني تصب هذا امر ما اقدر اخالفه. شو مشاكلك شو مش عارف ايه شغلك؟ قلت لهم ما تسالوني عن شغلي وعن مشاكلي، انا قبلت وبس اموري ومشاكلي هذه انا اتعامل معها انا بتعايش معها بس خلاص خلاص. وفعلا من التاسع الى بطل دوري كيف كيف. وبعدها خضنا دوري و طبعا رحنا نلعب في ايران كاس اسيا طلعنا الثالث و طبعا ابن عبيد عبيليه وسيدي تراوري كيف كيف ويا مدرب يا كان بن قاده عقب بن قاده انا بلاشي الصعب هذا الله يرحمه. أحسن تتويج في أحسن عمل أصعب مو أحسن عمل أصعب عمل ترتيبك التاسع وأنت بعدك في الدوري وقاعد تناطح الناس هذا تغير هذا وسوى هذا ومش عارف كيف وعقلية هذا وفلان هذا ومش عارف كيف عشان توصل هاي مو سهلة. يعني هم الناس تفتكر إنه العمل الإداري هو مش تسجيل لاعبين حضور وغياب ومش عارف كيف والأمور هذه. لا يا سيدي هاي بروح حكاية طويلة نفسية تدرس أنت لازم تدرس هذا شو اسمه. أنا كان عندي مجموعة غريبة إي والله كان عندي مجموعة غريبة عندي لاعب ما أذكر اسمه تقول لي يمين يقول لك شمال زين معاك شمال قال لك يمين وانت محتاج هاللاعب هذا يلعب يعني اداء عقليته كيف كيف لكن كاداء في الملعب مجرم يعني ما تقدر تفوت فيه. يعني مدرب من المدربين إلا قال فلان لاعب الفلاني ما بذكر بعد اسمه ما بي في النادي ليش؟ قال مو ملتزم مش عارف كيف. قلت زين مو ملتزم نزله مرحلة الدانية مرحلة سنية. قال أنا ما بي النادي. قلت له لا عاد بالنادي هذا مو شغلك مو لك أنت ما تبغى في فريقك بيروح فريق ثاني. لو تقول ما أباه في الفريق ومتعوب عليه ولد ولد البلد ولد مش عارف كيف وما بنقول لك ولد لما بنقول لك متعوب عليه ما هذا مو منطق. الولد هذا صار يوم من الأيام وصل كابتن المنتخب الإمارات ويلعب بأي مكان أي مدرب يجيب ويحط بأي مكان بيلعب بيعطي نتيجة. إيه ما هذه كلها عقليات لازم تتعامل معها.
يعني أشياء كثيرة، يعني نادي العين البيت، المسكن، الضامن، الحاضن، يعني كل ما تعلق. أنا بقول لك صراحة، يعني أنا قاعد أكلمك الآن، أنا فضلت أنا أعيشني في نادي العين وفي العين عن أهلي. لما توصل بيوصل عندك أنت وهالحب وهالاحترام وهالمش عارف العيشة هني، إلى أنت المقارنة بأهلك ما في، وتعتبر ويعتبروا أهلك هذه ما في ما في ما في حب حاضن بعدهم أو مثيلهم، يعني أشياء ما بتقدر تعبر فيها. فنادي العين بالنسبة لي أنا شو أقول لك، الله يستر ويوفق إن شاء الله. نادي العين أنا ما شفت له ولا مباراة من على المدرج من يوم ما تأسس، وإذا شفت مباريات أتذكر يمكن طول الفترة هذه 3 مباريات 4 مباريات ما أروح المدرج أشوف نادي العين، لأن أنا أخاف من نادي العين، أخاف أنفعل أزعل وأنفعل وأعمل شيء أنا ما أحب لنادي العين ولا أحب لنفسي، صدقني. والتحدى إذا حد واحد شافني في مباراة نادي العين على المدرج أكثر من 4 أو 3 مباريات طوال الفترة هذه كلها ما يمدد إلا كل متخبي أهلس بروحي تلفزيون مكان فيه نزل. كل اللاعبين اللي جو لعبوا في نادي العين سواء من برا ولا من داخل أميز لاعبين في اسمه في الدولة، يعني محي الدين هبيطة، الأقرب محي الدين هبيطة، العقربي، اسكندر سويح، أحمد نجاح، شريف مصطفى، بيدي بيلي، يتغر النموذج. والله بتقول فلان أحسن من فلان، شايف كيف؟ وهذا اللي في العين لا فريق ولاد، ويجيب ويقول لك العين وده ولاد ويخسر ويجيب ومش عارف ويستغني ومش عارف، طبيعة الرياضة كذي. أنا جمهور نادي العين بالنسبة لي مثل جمهور ليفربول، جمهور نادي العين من أصل ما يرضيه لا بالخسارة ولا بالضيم ولا بجعل من أصل، يعني مو شيء مو جديد على هذا. وأنت وإحنا من يوم إحنا نلعب وخلاص إحنا يعني ما تقول عشنا معاه وانتمى ونقدره ونحترمه وكل، لكن عصبيين وايد يعني كل شيء يحبوا لهم. لا احنا هذه اي 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 بطولات منافسه، لازم اعرف انا متى احب فريقي، وانا احب على طول فريقي والمره، لكن المنافسه هذه مره تكون لي ومرة تكون لغيري، شايف كيف؟ مرة تكون إلي مرة تكون لغيري، فالمنافسة إذا ما كانت هالمنافسة هذه ما في جمهور. يعني
أنا أشكركم أنكم جيتوا وتذكرتوا، وخاص بعد الفترة الطويلة هذه كلها، وبعد إحنا تعرف الآن كبرنا ولا زال الناس يعني بتتذكرنا.